وللمزيد حول الأسواق العالمية معنا في الاستوديو السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب. أهلا وسهلا بك رائد. لنبدأ بهذه التراجعات على النفط، 4 جلسات من التراجع ونرى بأنه الآن الداتا أو البيانات المتعلقة بالمخزونات لم تعد تؤثر على وتدعم هذه التداولات، يبدو أنه السنتمنت أقوى منها تماما. ثقل المؤثرات الخارجية ومؤثرات الأخرى على أسعار النفط هو أكبر بكثير من ثقل تقرير مخزونات النفط الأمريكية. لاحظنا أن أسعار النفط تعاني بالاستقرار فوق مستويات ال 45 دولار للبرميل بالنسبة ل WTI، كان ذلك مع منذ أسبوع أو أسبوعين تقريبا هناك صعوبة بالتماسك دونها فوق هذه المستويات، خصوصا بعد ما كسرنا مستويات 46 دولار فنيا كنا نتوقع مزيد من الهبوط، وطبعا الدعم هو من التوترات السياسية، من التخوفات بشأن أي اتفاق النفطي هل يحتاج مزيد من تعميق تخفيض الإنتاج حتى يحقق فعلا المعادلة ما بين العرض والطلب بسعر عادل أكثر أو أعلى للنفط فوق مستويات 50 دولار للبرميل. نعتقد إلى درجة كبيرة أنه تخمة المعروض هي المؤثر الكبير حاليا على أسعار النفط، والذي ممكن أن يضغط أكثر أسعار النفط إذا إلى ما دون مستويات 40 دولار للبرميل إذا ما كان الأمر مستمر بالتراجع كذلك. وزير الطاقة السعودي السيد الفالح أشار إلى أنه هذه التخمة ستتقلص، ولكن يعني تحتاج إلى الوقت، إلى متى برأيك؟ طبعا التخمة تحتاج إلى ارتفاع تدريجي للطلب في الوقت الحالي، لأنه يعني دائما أي حديث كان سواء للسيد الفالح أو لأعضاء أوبك هو الحديث عن الارتفاع التدريجي والتحسن التدريجي في الطلب في الوقت الذي تبقي فيه الإنتاج عند مستويات ثابتة إلى حد ما هو الذي سيحقق خلال الفترة القادمة. وإدارة معلومات أو لكن أي معلومات سلبية تؤثر على السنتمنت أو المشاعر المستثمرين والمضاربة على أسعار النفط نلاحظ أن تأثيرها سلبي ويضغط بشكل كبير على أسعار النفط في الوقت الحالي، ويصعب من مهمة عودة أسعار النفط إلى مستويات فوق 50 دولار للبرميل والاستقرار على الأقل فوق هذه المستويات كما كانت الأمل بشكل كبير بعد تمديد الاتفاق الأخير. أعلى مستوى توقعات التسعير تتوقعون أن يبقى برنت دون 45 دولار؟ إلى حتى الآن نحن نتحدث عن البرنت ممكن أن يبقى دون مستويات 45 دولار، WTI ممكن أن يقطع ما بين 42 إلى 40 دولار للبرميل، كسر ال 40 دولار WTI مزيد من التراجع دولارين أو 3 دولارات. سريعا إلى الاسترليني، الآن عودة توقعات برفع الفائدة بشكل مفاجئ من بعض تصريحات الشيف إيكونومست، إلى أين يتجه الاسترليني برأيكم؟ أعتقد الأقرب إلى الواقع هي التصريحات كارني التي كانت يعني تؤكد أن الوضع الراهن يحتاج إلى مزيد من الصبر من قبل السياسة النقدية لتوضح معالم السياسة المتغيرات السياسية في المنطقة، لكن الآن أصبح الديبيت أكثر احتداما ما بينهم، يعني ما بين أعضاء تماما، وهذا يشير أكثر إلى عدم الوضوح في المرحلة الحالية، وبالتالي ممكن أن يكون هناك تأخير في أي تعديل في السياسة النقدية، وخصوصا بالنسبة للباوند للوقت الحالي يعني رفع أسعار الفائدة قد يؤثر إيجابيا بالنسبة أو مؤقتا على الباوند، ولكن قد يكون له أثار سلبية على المدى الطويل إذا ما كان هناك متغيرات اقتصادية في المملكة المتحدة تتأثر سلبا بخروجها من الاتحاد الأوروبي، تحتاج إلى باوند منخفض إلى حد ما حتى يتم إعادة بلورة العلاقات الاقتصادية. سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.